يو خوت كده العام بخير، لبس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اولا عواشا مبروكه ورمضان سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وراحه البال وكل ما تمنيتو ان شاء الله. وفي اطار باش ما نغبرش بزاف على القناه، جاني نيت واحد السؤال والله العظيم غير البارح من واحد الاخت سولاتني، قالت لي انا مقلا والو ان شاء الله تجي الميريكان، وكتسول على شنو هما الحوايج اللي ممكن ديرهم في المغرب قبل ما تجي الميريكان، وهذا الشيء اللي غادي نتكلم عليه ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. وقبل ما نجاوب على هذا السؤال ديالها غادي نمشي ندير بعدا الفيدونج للطوموبيل، وان شاء الله من بعد نتكلموا في الموضوع. فما تزابوش الخوت، بيس. انا الخوت وصلت عند الناس اللي كيبدلوا الزيت. هاد الناس الا كنت عقلتوا عليهم راه كنجيت عندهم شحال هادي. المهم باي ذا واي اللي ما شافش داك الفيديو غنخلي لكم اللينك ديالو لتحت. هاد الناس هادو هما اللي كنجي عندهم ديما كنبدل الزيت، الخدمه ديالهم نقيه الخوت. Sorry about that. I wasn't sure if he was gonna back out or not, so I didn't know if I was gonna put you over there or right here. Okay. I'll either way, welcome to Auto Reminder. Where you here for the oil change? Yeah. Make it to water or coffee. No, I'm good. No worries. Release the hood. We'll go ahead and start the service. Okay. Thank you. المهم الأصدقاء، احنا دابا كملنا هادشي تقام عليا كله 108.95 دولار. فيها الفلتر ديال الزيت، فيها واحد السيستم ديال الكلينر حطيته في الانجن. اما بالنسبه للزيت بوحدو راه هي دايره 59.99، قول اولموست داير 60 دولار. وكيليبر ديالهم 25 دولار، يعني يديهم 25 دولار. والطوطال راه هو 108، ولكن الخوت خدمه ديالهم نقيه. هذا ما كان. دابا صافي بدنا الزيت، نمشيو للدار دابا وندير لكم الفيديو ديالنا. بيس اند لوف الخوت، ما تزابيوش. اول حاجه الخوت اللي خاصكم ديروهم في المغرب وما ديروهمش هنايا في ميريكان، وهو كل ما يتعلق بالصحه ديالك. الا عندك اخويا ولا اختي شي مشكل في الصحه ديالك، سواء يعني في الصحه الجسديه ديالك ولا في السنان ولا شي حاجه، فكنصحك انك خاصك تمشي وتفيكسي البروبليم ديالك عن طبيب في المغرب قبل ما تجي لهنايا، لسبب بسيط جدا، وهو ان طبيب هنايا في ميريكان مكلف بزاف. وإلا كنتو باقيين عاقلين، شحال هادي كنت حكيت لكم واحد الفيديو ربما شي عامين ولا 3 سنين، هادي كنت عاودت لكم على التجربه ديالي فاش كنت مشيت عند طبيب هنايا في ميريكان وشحال كانوا شارجاوني. فعلى فكره هنايا التعمار ديال السنان فراه كيبدا من 500 دولار وانت طالع للفوق، يعني راه وصلوا معاك ال 1000 دولار وما عندهمش مشكل. يعني خويا ولا اختي الا كان عندك شي مشكل في السنان ديالك، راه الطبيب ديال الاسنان في امريكان غالي بزاف. انا يعني قبل ما كنت غادي نجي لهنايا امريكان كانت عندي واحد المشكل في السنه اللي خاصها تحيد، ومشيت حيدتها ب 100 درهم.
100 درهم في المغرب يعني راه والو. وفاش جيت لهنايا الامريكان كنت لاقيت مع واحد الصديق مغربي وكان يلاه عنده واحد المشكل في الدرسه ديالو كتعطيه الصداع وكذا، وفاش مشى لهنايا الطبيب حيدها ليه ب 1200 دولار يعني بارده، هذه خلصها وجا ضاحك. داكشي علاش اخويا ولا اختي الا كان عندك شي مشكل في السنان فحاول تفيكسيهم في المغرب، فهنا طب الاسنان راه واصل لواحد المستوى اللي ما يمكن لكمش تخيلو. عاد باش زيد عليها الطبيب اللي هو عادي يعني كتمشي على شي حاجه عندك، الا مشيتي عند طبيب هنايا فراه كذلك غادي يشارجيوك بزاف. وانا شحال هادي فاش كنت بغيت نجي الامريكان كان عندي واحد المشكل وكنت بغيت نفيكسيه صراحه في المغرب، وكان قال لي واحد الصديق اللي كاين في ميريكان بان راه الطبيب في ميريكان فابور وانا تيقته بحكم انه نعيش في ميريكان قبل مني. وفاش جيت الخوت اقسم بالله ديك الساعه يلاه دازت شي سيمانه باقي ما عندي لا سوشيال لا والو، ديت غير الباسبور ديالي ومشيت لواحد السبيطار اللي بقيت عاقل عليه سميتو ميرسي سان خوان. دخلت عندهم وانت انا بالكلاخ اللي كان عطاني الله مشيت للايمرجنسي روم، ما مشيتش زعما للبلاصه العاديه اللي يعني مشيت للبلاصه ديال المستعجلات. المهم دخلت سلام سلام خداو المعلومات ديالي باسبور الاعيب كلشي خداو صافي، شديت النوبه تقريبا واحد 10 دقائق دخلت عند الطبيب خرجت اقسم بالله ما كامل الخوت خمسة دقائق ما كاملاش. دخلت عند الطبيب خرجت مشيت للبلاصه ديال البيلن يعني فين كيديروا لك هذيك البلان ديال الفاكتورات وكذا. سولتني اول سؤال قالت لي واش عندك شي هيلث انشورنس ولا تامين صحي، قلت لها لا. قالت لي هذيك اختنا واش دافع عليها، قلت ليها ديك الساعه وقيلة اه حيت فاش كنت جيت هنا دفعت لواحد التامين صحي مجاني ولكن ما كانوش جاوبوني في الاخر. قلت لها اه، قالت لي وقتاش غادي يجاوبوك، قلت لها تقريبا من با واحد السيمانه حتى لجوج حيت انا ما عارفش هما راه كيجاوبوك على اكثر ربما 15 يوم 20 يوم شهر. المهم انا يعني ما كنتش عارف، قلت لها سيمانه ولا جوج. قالت لي صافي الفاكتوره ديال التدواز اليوم غادي نصيفطوها لك من هنا سيمانه. فاش كانت صيفطات عليا كانت فيها 1536 دولار، تخيلوا معايا 5 دقائق ديال الطبيب فيها 1536 دولار. المهم هذاك حتى هو فيلم بوحدو، ربما كنت عاودت لكم شحال هادي ما بقيتش عاقل مزيان ما خلصتش، وفي الاخر بقاو كينقصوا ليا تخلاو ليا شي 800 وكذا. المهم خلصتها وخديت التجربه. المهم الخوت الا كان عندكم شي مشكل في الصحه ديالكم سواء يعني في الصحه العامه ولا يعني في السنان ولا كذا حاولوا تفيكسيو في المغرب، فهاد المساله مهمه ومهمه بزاف بلا ما تجيو هنايا وتعولوا على الطبيب فراه غالي، وكاع داكشي اللي بقيتي خدام عليه فراه غادي يجيو يديو لك في 5 دقائق. ثاني حاجه الخوت اللي نبغيكم ديروها قبل ما تجيو الامريكان وهو ما يتعلق بالوكاله، ياك عارفين شنو هي الوكاله. فحنايا كمغاربه فراه بزاف كيطلعوا لينا بعض الاغراض اللي هما اداريه، فكنحتاجوا اننا نكونوا في الاداره المغربيه باش نقضيو هذاك الغرض. ولكن انت غادي تكون في امريكان ما يمكنش انك تشد شي طياره وتطير حتى للمغرب ودير داك الغرض ديالك، فداكشي علاش خاصك تختار شي واحد من العائله ديالك اللي كتثق فيه، لا سوى باك لا سوى امك لا سوى خوك سوى اختك، ودير ليه وكاله. فالوكاله سهله، غادي نخلي لكم واحد النموذج هنايا فيعني فيها غير الاسم ديال الموكل اسم ديال الوكيل، وكتمشيو بجوجكم للمقاطعه وكتخلصوا عليها التنبر بجوج دراهم وكتسنيو وصافي كتولي وكاله قانونيه. راه غادا يعني تحيد عليك بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الاغراض الاداريه. دونك الخوت الوكاله مهمه بزاف، وهاد النصيحه هادي فراه كانت نصحتني بها واحد الاخت كانت سميتها هبه، هي مديره وكاله اصفار كتمشي تقطع حتى عندها التيكي باش تجيش الامريكان. وقالت لي اسمع اخويا اول حاجه غادي نقول لك ديرها قبل ما تمشي الامريكان هي تخلي الوكاله في المغرب. اقسم بالله نصحات عليا بحال هكا، ومن هذا المنبر هذا ديديكاس اختي هبه عندها وكاله سميتها وكالة السعادة للأصفار. المهم تحية لك أختي من هذا المنبر والله يسهل عليك، والنصيحة اللي أعطيتيني فراه مهمة بزاف، وأنا الخوت أنا كنوصلها لكم. ثالث حاجة الخوت اللي خاصكم ديروها في المغرب قبل ما تجيو الميريكان، وهذه المهم هذه بالنسبة للناس اللي عندهم الوقت، يعني مثلا الناس ديال القرعة فاش كيشدوا الفيزا كتكون عندهم 6 شهور عاد باش يجيو الميريكان. بالنسبه للناس ديال الزواج كتكون عندهم تقريبا عامين، الناس ديال الخطوبه تقريبا شي عام بحال هكاك. المهم حتى هما يعني كتكون عندهم واحد المده طويله، فهاد المده خويا ولا اختي حاول تشد شي ديبلوم كيف ما كان في المغرب ديال الحراقه.
ديال النجاره، ديال بلومبي، ديال الاي سي، يعني ديال الكليماتيزاسيون وداكشي. فراه تيقوا بيا، فراه غادي تساعدكم بزاف هنايا في ميريكان، وغادي تخليكم انكم تجيو تدخلوا لسوق الشغل بواحد الزربه بدون ما تعانيو، بدون اي مشكل. خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم ديبلوم ديال الحلاقه، فراه مشي هنايا بزاف. وهنايا الخوت كاين حدايا واحد الحلاق اللي كيمشيو عنده الناس بزاف، كيحسن ب 25 دولار وكتخلصوا، يعني كتزيدوا 10 دولار اقل حاجه ديال التيب. دونك الحسانه كلها كتقام عليك ب 35 حتى 45 دولار. الحلاق تبارك الله يعني راه المحل ديما عنده عامر ويدو خفيفه. دونك يجي عنده واحد كيحسن لي اش نقول لك، ميم با 15 دقيقه 20 دقيقه كياخذ فيها 35 دولار ديالو ولا 45 على كل واحد شحال كيتيبي. يعني الخوت الدبلوم راه مهم بزاف، وغادي يخليك هنا تدخل في سوق الشغل يعني بواحد السرعه اللي كبيره بزاف. المهم الخوت، هادو كانوا يعني بعض الحوايج اللي كنصح بهم اي واحد يعني غادي يجي لامريكان وعنده الوقت انه يديرهم في المغرب قبل ما يجي لامريكان. حيت الا جيتي اخويا حسن لهنايا، فراه غادي يكون فات الفوت. و الا باغي دير شي ديبلوم مثلا كيف ما تكلمت لكم هنايا في ميريكان، فراه غالي بزاف، خصوصا داكشي ديال الحلاقه وداكشي ديال الاي سي. يعني راه اولا كياخذ لك الوقت بزاف، يعني 6 شهور و 9 شهور، وكياخذ لك الفلوس. وحتى بالنسبه للصحه الخوت، الا كان عندك شي مشكل وخليتيه حتى لميريكان عاد باغي تفيكسي، فراه غادي تخلص عليه بزاف. المهم الخوت، هذا كان فيديو خفيف طري كيف ما العاده. كان قلت لكم في الفيديو اللي فات انني غادي نحاول ما نتعطلش بزاف على الفيديوهات، ونحاول ما نغبرش اكثر من القياس. المهم فيديو خفيف طريف، عواشكم مبروكه، رمضان سعيد، وسي يو نيكست تايم الخوت. بيس.